أختي أراس مالي معنا اليوم مشكورة. البروفيسور عبد اللطيف جنان الأخصائي في أمراض وجراحات الكلي والمسالك البولية في أمراض الجهاز التناسلي وفي متخصص في العقم وكذلك الختان. بروفيسور جنان صباح الخير، شكرا جزيلا على تلبيتك للدعوة. صباح الخير مدام حنان، صباح الخير مستمعات مستمعي الكرام، وصباح الخير طاقم الغد. شكرا لك بروفيسور. اذا اليوم غادي نتكلموا على واحد المرض اللي كيحتل المرتبه الثالثه من يعني كسبب من اسباب الوفيات بحال يعني من بعد البروستات والنبوله، هو ورم الكيلي. غادي نتعرفوا معاك شنو هو ورم الكيلي، الاسباب ديالو، الاعراض، الناس المعرضين يتصابوا بهذا الورم، وكذلك وسائل العلاج وسائل التشخيص، خصوصا ان في وسائل العلاج هناك الجديد في هذا المرض، هذا يعني الجديد في علاج الكيلي بدون جراحه. تفضل بروفيسور جنان، بدايه عرفنا بورم الكيلي شنو هو بالضبط. تمام، فهو مدام حنا كما قلتوا فالورم ديال الكيلي كيحتل ولا المرتبه ثلاثه في نسبة الوفيات اللي كيسببها في العالم من بعد ورم البروستات وورم المثانة. وهذا الورم فهو واحد التغير كي 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 كيحدث من ناحية الميكروسكوبية في الخلايا هي الأولى. الخلايا كتغير لمجموعة من الأسباب اللي غادي نتطرق لها. ومن كتغير خلية على خلية مثلا حنا كيولي واحد التكاثر عشوائي. فإذا به الكيليا اللي ولا المواطن الكريم المستمع المستمعة كيعرفوها، كيليا الإنسان كتشبه تقريبا الكيليا ديال الخروف. غير ولا حنا عندنا مغلفة بواحد المادة صفراء وراه كنسميوها لا غريس بيريفيرا. فالكيليا اللي كتكون خدامة مع على ما يرام، فملي كيوقع فيها ملي كيبدا فيها الورم فكتبدا تنتفخ بواحد الطريقه عشوائيه. وكيخرجوا فيها واحد الولسيسات، وهذوك الولسيسات اللي غادي يخرجوا فيها الا كانوا على برا غادي يتكاثروا بطريقه ساكته صامته يعني سيلونسيوز، والا كانوا لداخل في هذه الحاله اللي المريض كيقضي عيق بها بالالم ولا بالبول ديال الدم. ما الا تكاثرت في الجانب الخارجي للكيليا راه كيكون واحد المرض في التاك، مرض اللي ولا اللي كيسبب في الوفيات وبطريقه صامته. فهو بالنسبه مدام حنا شنو لاحظنا؟ فلاحظنا ان في الاحصائيات الاولى اللي كانت في الثمانينات والتسعينات ان العالم الغربي هو اللي عنده بزاف علاش؟ حيت عندهم عادات غذائيه اللي ما عندناش حنا، عندهم مسائل اللي هي داخله في العادات الغذائيه ديالهم اللي ربما حنا حيت محرمه عندنا في الاسلام. اخص بالذكر مثلا لحم الخنزير، اخص بالذكر المشروبات اللي هي غير غازيه اللي هي عندهم داخله في العدد ديالهم غذائيا. كانوا الارقام ديالهم مخيفه لا في عدد حالات التشخيص ولا الحالات ديال الوفيات. ولين اللي لاحظنا من الثمانينات والتسعينات بدا كيتزاد عندنا حتى حنا مدام حنا، رغم ان حنا ما كنتناولوش داك الشيء. وحاولنا نحن الاساتذه ديال كليه الطب باش نصبوا على بحوث علميه وانا مبنيه على حقائق حسب سميتو لاغاس ولا ليتني ديالنا حسب ولا حسب الانتماء الجغرافي الانتماء العرقي ديالنا باش نشوفوا شنو اللي تغير عندنا حتى حنا في الثمانينات والتسعينات باش ولاو عندنا حتى حنا العادات المسجله غادا وكتزاد. ولاحظنا مدام حنا مشينا للمناطق ديال المغرب، مشينا للجنوب، درنا شي احصائيات الوسط الغرب الشمال مناطق كلها اللي ولا الجهات ديال المملكه، ولاحظنا ان في كل 10,000 مواطن راه هو حامي، كل 10,000 مواطن عندنا 18 حتى 20 هما حاملين للورم ديال الكيليا وما عايشينش به بطريقه صامته. 18 حتى 20 على 10,000 راه رقم يخيف. تمام. حاجه اخرى مدام حنا في الاحصائيات ان اذا به ما بين 1990 حتى 2000 كنا كنسجلوا ما بين 4,000 حتى 6,000 حاله جديده في العام. ولكن زدنا غير من 2000 ل 2000 يعني غادي كيعتاد 2010 يرتفع عفوا. تماما، ولينا كنسجلوا مورا الالفيه الثالثه ملي دخلنا من 2000 لهذا الشيء، ولينا كنسجلوا 13,000 حاله، يعني اكثر من دوبل. هذا كان عندنا 6,000 حاله جديده في العام، دابا ولاو 13 حاله جديده في العام من 2000. واللي لاحظنا مازال حتى يمكن نقولوا الابيديميولوجي حسب الجنس. كان عندنا 80% ديال المصابين بالورم ديال الكيليا راهما رجال، وغير 20%
والنساء يمثلون 20%. كل 100 مريض ناعسين في السبيطار ملي كنفتو دوك 100 مريض كنجبروا 80 اللي عندهم ورم الكليه 80 يعني اكثر عند الرجال من النساء. نعم. فاذا بما فهمني ملي تقدمنا عاود في هذه الالفيه الثالثه ولا 50% 50% يعني شنو اللي تزاد بعدا باش يتزاد عدد المواطنين في العام و16 وشنو اللي تزاد باش نتحولوا من 80% رجال 20 نساء ل 50 50. فاللي تزاد مره هو ان المراه حتى هي ولا عليها لو ستريس ولا خارجه وخارجه للمهن. نعم. الاعمال الحره الوظائف معرضه للضغط كذلك. تماما. وتزاد عندها مره هي تناول ديال لو كافي ديال القهوه فهي ولا كتناول بزاف القهوه في لو ستريس وتزاد مره عدد النساء المدخنات فملي كيتزاد هذا الشيء وكيتزاد لوبيزيتي فهي اللي ديما كنهضر عليها في السمنه. نعم. تماما السمنه لو سيغ بوا فمره هذه كلها عوامل اللي كتمشي بالضبط للخليه كتمشي بالضبط للخليه وكتخنقها كدير فيها ليبوكسي كيترصب فيها الباقيات الكافي وسيرتو الباقيات التدخين مدام حاف واحد الحلقه كنا قلنا انك عندنا في كل سيجاره عندنا واحد 250 تقريبا ماده مشترقه اللي ما كانش فعلا العافيه في لا سيجاريت الا لا سيجاريت ما نفعلوش فيها العافيه راه عدد المواد السامه اللي هي كونسيغيجين اللي كاين تاع السرطان راه قليله قليله ولو فات انك كنشعل فيها العافيه فهذيك المواد السامه اللي كاينه اللي كانت قليله في التجاره كتولي العدد ديالها 250 بما فيهم الكودغون اللي كنا تكلمنا عليه اللي كيكون بحال الشانطي بما فيهم البنزين بنزين بحال اللي كتطلق لي بو ديشابمون ديال الطوموبيل وبما فيهم سي او السي او هو الغاز اللي كيطلقوا المجمر فهادو مادام حالا سنة على سنة إلا كنت مستهلك بزاف القهوة وكندخن وتزاد عندي الوزن يعني يقدر يتسبب لي في ورم الكلى تماما راه جيرمانيا سيلونسيوس مثلا بحال واحد الطريقة صامتة تماما أنا راه ماشي ضعافي في صحتي بحال داكشي اللي معروف وماشي نقصت لي الشهية وما كنبولش الدم وين راه الورم بادي عندي فهذا مثلا بحال اللي لاحظناه واحد المسألة غريبة اللي عندها علاقة بالجلد لاحظنا أن بلوس كيتزادوا عندنا واحد الطفاحات كيكونوا في الظهر بحال لي غاندو بوطي بحال حبات الزين وبلوس كيكونوا عندنا واحد كنقولوا حنا التوحيمه هي الا كانت غير وحده راه 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 لا تدعي الى القلق وين الا عندي في ظهري بزاف ديال التوحيمات هاد بزاف التوحيمات ولي غاندو بوطي هو واحد لو جين واحد الجين غيتغير في الجلده وهذاك التغير تسميه لو فيرشيل بالفرنسي هذاك التغير اللي راه في الجلد غادي يمشي غيعطي واحد لي ميساج يمشيو للكليه ويقولوا لها تكاثري بطريقه عشوائيه ومني غادي تكاثروا الخليه الكليه كيبدا الورم ماذا بحال فهذو هما العوامل اللي توصلنا لها في البحوث اللي درنا في كليه الطب من التسعينات حتى ولا حتى السنه الماضيه هذا الشيء اللي لقينا عند الانسان المغربي اللي كيسبب له في فوالا في لو بروسيسوس ديال بدايه الورم ماذا بحال. نعم وش هي الاعراض؟ فالاعراض ماذا بحال الاول علاش مزيان الانسان يعرفوا بكري كما قلت في المقدمه الحمد لله في العشر سنوات الاخيره دخلوا عندنا المغرب تقنيه جديده اللي ما فيهاش المسبيح وماشي هي الاشعه وماشي هي لا شيميو تقنيه بسيطه اللي كنقضيو عليه بلا ما نفتحوا وين بشرط خصني نعرفوا خصني نمكن الطبيب ديالي يشخصوا لي بكري فباش نمكن الطبيب ديالي يشخصوا بكري ماذا بحال فهما هادشي اللي قيل انا كنعرف راسي تزاد عندي الوزن وانا عزيز على القهوه كشله بزاف وانا مدخن والليله بانوا لي هذوك الطفاحات الجدار كيكونوا في بعض العائلات هذوك الطفاحات كيفاش كتكون اللون ديالها هاد الطفاحات باش هذا اللون ديالها ما دارش انا فهي ما بين ما بين ما بين لو مارون شويه وما بين الاحمر كيكونوا بحال التوحيمات غير هما كيكونوا كثار الا توحيمه وحده راه لا تدعي الى القلق وين الا الظهر ديالي فيه سته ولا اربعه ولا خمسه التوحيمات ومعهم دي غراندو بوطي الخالد ديال الزين راه خصني نعرض راسي على طبيب الجلد وطبيب الكيليا كاين علاقه ما بين الحدث اللي خدمت ليا في الجلد راه غادي يجيب لي الله انا ساني غير موغاتي في راه غير خالد ديال الزين فاذا من دخلت سنوات راه هذاك الجين غيمشي للكيليا معاه واحد لاكتيفيتي وغيعطيها واحد الامر باش تكاثر فيها الخلايا ولا الخلايا الخبيثه وصافي كيولي ديك الساعه كونسير اغريسيف واحد الورم عنيف. نعم. هنا ماذا كان واحد الاعراض غادي يبداو
كما انا مثلا زاد عندي الوزن، انا مدخين، عندي شويه ستريس، كنتناول اكثر من 2 أو 3 طاس دو كافي، اكثر من 2 أو 3 كيسان في النهار، اكثر من ودخنت اكثر من 10 سنوات، عندي الضغط النفسي اكثر من 10 سنوات، الوزن في هاد 10 سنوات غادي وكيتزاد. فاذا ما دامش عندي شي جنابي كيضروا لي شويه، ما خصنيش نسميها في الروماتيزم، ولا عندي غير هشاشه العظام، ولا راه دابا يفوت، ولا غير البرد، لا خصني نمشي للتشخيص. هذا كيكون وعد بادي، يكون عاد بادي، وهنا راه الطبيب قد يعالجو بلا ما يفتحو. واحد التكنيزه غنتكلم عليها في الاخر الحلقه، ولكن ما راح الى 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 هذا الشيء جاني مثلا وقلت راه دابا يدوز، دابا يفوت غناخذ ديك كالمو غيدوز. فاذا بواحد الوقت غنلاحظ ان لو بوا ديالي اللي كان كنت انا عامر في لو بوا غنبدا نقص، وغادي يبدا البول في الاول ماشي الدم، مي غيبان بحال اتاي مصدي، غيبان البول شويه بحال اللي بايت، بحال اللي بايت. وغتجي المرحله الاخرى اللي كيولي فيها الانسان صافي، الا جا كيبول الدم ديك الساعه العلاج كنقولوا له راه كاين، مي صعيب علينا نديروا له التقنيات اللي كتولي العلاج الجراحي، كيولي العلاج الجراحي بهذا الحال. نعم العلاج الجراحي. وحتى هنا ملي غيجي المريض غادي نشخص، في التشخيص غادي نعتمدوا على الايكوغرافيا في الاول. هذه مراحل التشخيص، الا مشى حتى الانسان ولا كيبول الدم، فكنقولوا العلاج الحمد لله راه غيكون، غير غادي تكون فيه الجراحه. وهنا الجراحه ماذا الحال غادي تنخاف نعاود ثاني الى قسمين حسب عاود الوقت فين جا. الا جا شويه بكري غادي ندير غير استئصال الورم، الكليه ما غنزولهاش، نخلي الكليه ونحيد غير الورم. واني عاود الى الانسان جا معطل ولا انسان كبير في السن ولا هذا، فكيصعب علينا من ناحيه التقنيه نحيدو نستأصلو غير الورم. يكون الافضل بالنسبه لحياه الانسان هي تستأصل الكليه كلها، الكليه كامله. نعم دونك اللي كنلاحظو مادام حنا فبلوس كنجيو بكري، بلوس طرق العلاج كتكون نو انفازيف، يعني ماشي عنيفه، بلوس كنتعطل شويه في الاعراض، بلوس كنقولوا العلاج راه كاين، مي كيكون علاج عنيف شويه، الجراحه الكبيره. ملي تنقولوا بانه هو السبب الثالث، يعني اولا كيحتل المرتبه الثالثه في الامراض يعني اللي كتسبب في الوفاه، معنى انه واش كيكون علاج نهائي لهذا المرض ام لا؟ نسبه العلاج النهائي فوقتاش كيسبب في الوفيات، ملي كيكون الانسان جا شويه مراحل متاخره فوالا الى جا معطل، ومني كنزولوا الكليه كنبداو نراقبوا الكليه الاخرى كل عام. وعند بعض الناس ملي كنبداو نراقبوا في السنه الاولى والثانيه كنلاحظوا ان انتقل الكليه الثانيه. الا ما عالجوش بكري فهو الا قاس الكليه الاولى من حقه في السنوات الجايه يمكن يدوزوا للكليه الثانيه. والكليه الثانيه ملي كنمشيو نزولوا النصف منها ولا نزولوها كيدوز الانسان لا دياليز، وبسبب هذيك لا دياليز هي باش كتنقص نسبه الحياه الانسان، لا سيرفي ديال الانسان كتنقص. هذا من جهه، من جهه اخرى من الحياه فهو عاوتاني ملي كنزولوه شكون اللي كنبقاو نراقبوا، ملي كنزولوه في السنه الاولى خصنا نراقبوا الاعضاء المجاوره، عنده معاه واحد لافينيتي، هو عنده لافينيتي مع الكبد الى جا في الجالمنة، وعندو لافينيتي مع الرئتين. نعم. إذا كان عندنا الإنسان أصلا مدخن، لكن الإنسان أصلا مدخن، فكنوليو كنحضيو الكلية اللي زول المحل الكلية لالوج اللي ولات ساوية، ولا من الورم، وكنحضيو بانسكانير كنديروه كل سيموا، كل 6 شهور، باش نشوفو واش ما انتقلوش بعض الخلايا اللي ما يمكنش العين المجردة ديال الطبيب الجراح يشوفها. الخلايا اللي انتقلت ربما للكبد والرئتين، وهنا مادام حنا هذا هو بالضبط هما المسببات ديال ارتفاع الوفيات. اذا مشى حتى انتقل الاعضاء اخرى. نعم شنو هي مختلف العلاجات المتاحه يعني او الجديده بروفيسور جنان اللي بدون جراحه؟ انا فهو مادام حنا في 10 سنوات الاخيره الحمد لله استفدنا في المستشفيات الجامعية الكبرى والمستشفيات العسكرية، وحتى في بعض المساحات الكبيرة الخاصة، فعندنا 3 طرق جداد الحمد لله، 3 طرق جداد من غير الجراحة، واللي هي ماشي الأشعة اللي كيعرفوها الناس كيقولوا كثرة لا غاديوثيرابي، وماشي لاشيميو. فالطرق هذا الحال الأولى كنسميوها غاديو فريكونس هي غاديو فريكونس هي واحد النوع ديال درجة الحرارة طالعة، كنسلطوها بواحد الإبرة، كنديرو غير إبرة بحال الإبرة اللي غنديرو بها الفاكسان، هي اللي كنديرو بالبنج،
وكنسيبلي وكيكون قدامنا كيكون قدامنا ليكرون وكنشوفوا هذيك ليبرا فين غادا حتى كنمشيو للورا منيشان كان كيعطينا الاتجاه بحال بحال الخريطه كيقولناها فين كاين الورا مستنير وكنديروا ليبرا وكنحقنوا بحال بحال اللي درنا الانسان واحد الباكسا ولا واحد في الكتف ديالو هذاك الماده اللي كنديروا في التلقيح ضد الفيروس في الكتف عندنا ماده ضد الورم كندخلوا بلا غاديو فريكونس وكنمشيو للورم كنشوفوا فيه التلفازه حتى كنحقنوا فيه ديك الماده وكيموت وكيموت يعني وفعاله هذه الطريقه هذه الخاصيه هذه ماذا الحالة إلا كان في التشخيص اللي لقى الطبيب أن جبر الورم أنفيغلوها 4 سنتيمتر مازال ما فاش 4 سنتيمتر مازال ما فاش 4 سنتيمتر كنعالجوا هكا هذه الطريقة الأولى واخا الطريقة الثانية ماذا الحالة فالمبدأ ديالها كنسميوه فرنسيا مبدأ الميكرو أوند بحال الميكرو أوند فين كنسخنوا واخا هذا المبدأ هكاك وعندنا واحد الخويط عندنا ميكرو أوند ميديكال ديال الطبيب وعندنا الخويط وكنمشيو لها عاود كنشوفوها كتبدا تبان لنا في التلفازه كندخلوا لها بالابره وكنسخنوا الخليه ديالها مده 15 دقيقه حتى كتموت والحل ماذا الحل هو لاكريوثيرابي لاكريو راه كيديروا الزملاء ديال الجلد اللي هي مثلا كيكون تولد شي مره وكيقتلوه بلازوت ليكيد بالبرد اييه كيكون عندنا واحد الخويط وكنهبطوا فيه درجه الحراره ناقص 80 ولا ناقص 90 درجه ناقص 90 درجه وتا هو نفس الشيء كنديروا بحال كنشدوا ليبرا باش كنشوكا باش كنديروا الفاكسان وكندخلوا الانسان وراه كنشوفوا في السكارير وكنديروا بقيده بحال غنديروا الفاكسان مده 15 دقيقه وكنبقاو نراقبوا في السكارير حتى كتموت حتى كيموت الورم هي ثلاثة التقنيات الجديدة ما ضمن حالة نعم هاد التقنيات هذه يعني كتعطي أمل أن ما تبقاش نسبة الوفيات يعني مرتفعة وما يبقاش محتل هاد الورم المرتبة الثالثة بروفيسور جنان فهو ما ضمن حالة من كان شخصه بكري دائما كيعتمد على التشخيص في وقت مبكر على التشخيص بكري إلا شخصه بكري وجبرت النتيجة السكانير لغاديولوج كيقول لي زميل ديالي ديال الفحص السكاني كيقول لي راه لا تيومور عند المريض صغار 4 سنتيم اول واحد كيفرح المريض هو الطبيب هو الطبيب اكيد غادي يبرا 100% كتقول راه المريض ديالي غيبرا 100% وكاينه المرحله الثانيه مثلا شحال اللي هي فيها 100% اللي هي الورم ما يكونش فات 7 سنتيم 7 سنتيم هنا كنقولوا للمريض راه نسبه العلاج بهادو اللي قلنا هاد ثلاثه غاديو فريكونس لو هاي فيو لا كريوثيرابي الى وصلت 7 سنتيم ودرت غير هادو نسبه العلاج عندك ما كتكونش 50% ولكن الا بغيتي نوصل انا معاك نسبه العلاج 100% قبل ندير لك الجراحه الا درت لك الجراحه وانت عندك حتى 7 سنتيم عاود غادي نعطيك ان شاء الله لا غارونتي ديال 100% 100% باكونت مادام حنا الاورام اللي كتقتل الله يستر في السنه الاولى الثانيه الثالثه مالغري مالغي الجراحه هي الاورام اللي فايته 8-10 سنتيم اللي فات 10 سنتيم هذيك الساعه ملي كنديروا الجراحه كنقولوا للمريض يعني راه لا غارونتي اللي كنعطيه واخا لا غارونتي عند الله سبحانه وتعالى اكيد واحد خمسه ولا واحد خمسه حتى 10 سنوات فنقولوا النص المرضى غادي يعيشوا لنا اكثر من 10 سنوات ملي كنديروا هذه الجراحه للورم فات 10 ولا 11 سنتيم النص ديال المرضى غادي يتشافوا ويفوتوا 10 سنوات وان النص الاخر كيتوفى قبل من السنه السادسه ولا السنه الخامسه نعم وسائل الوقايه بعجاله بروفيسور جنان من ورم الكلى وسائل الوقايه هي نقصوا من التدخين عند النساء ولا عند الرجال ورم ولا كيتزاد بزاف عند النساء لاحظناه الممارسة في القطاع العام ولا في القطاع الخاص نعم وما دار حالة بالنسبة لإن بوتي طاس دو كافي سبتت وحدة الماتان وحدة لابخي ميدي ماكسيمو ما نفوتوهاش لذوز هذا ونحاول ما دار حالة ما نديرش فيهم السكر باسكو إلا درت في لو كافي ديالي السكر كنردو بلو كارسينوجين كنردو قابل كنعطيه القابلية القوة الكبيرة باش يكون لي سرطان في الخلايا ديالي وكاين ما دار حالة لوبيزيتي كما كنقولوا السمنة وراء السمنة إلى زادت هي نحاول نقسمنا وكاين مدى حالا إنسان يراقب مراقبة الجلد ديالو إلى بانو عندي إلى بغتاتا نتزاو بانت عندي كتر من خالات الزين كتر من جوج كتر من ثلاثة ولا كتر من جوج توحيمات ولا ثلاثة نعرض راسي على الطبيب على الطبيب والغل راه عارف هذا الشيء وهو كيعرض كتولي المراقبة
تماما كيوجه مدام حك كيلاحظ ان هذاك داكشي اللي في الجلد ما عجبوش وكيوجهو للطبيب ديال الكليه باش يراقب له الكليه. هذه هي وسائل الوقايه مدام حك. شكرا لك بروفيسور عبد اللطيف جنان على هاد التوضيحات ونصائحك القيمه كالعاده. شكرا جزيلا على تلبيتك للدعوه، والى فرصه قادمه بحول الله.